يا قانون الشيم يا شيال العلم في وقت الموزمة كلك بطولة وشهامة يضل رقمك صح. الله أكبر الله أكبر. دكتور أبعدني، الفساد لا يقل خطرا عن الإرهاب وهما هو إرهاب وجهان لعملة واحدة. لا هو إرهاب. نعم، أيهما محاربته أولى؟ الفساد. إذا ماكو فساد ماكو إرهاب، ولكن إحنا نروح لمحاربة الإرهاب حتى نضل فاسدين، يعني نبوق نفوط، نبوق فلان، والعراق كله بعد ما يشبعنا حتى نرضي ساداتنا وكبرائنا، وهاي مشكلة. هذا مثل الشرط اللي يبوق يعز الضابط مالته، يجي واحد يبوق أزيد من عنده ينقل الشرط الزغية. بارك الله بكم دكتور. في أي خانة نستطيع أن نصرف إعفاء البضائع الأردنية من الجمارك العراقية، وماذا سيدخل معها؟ هل هذه الخطوة هي لضرب البضائع الإيرانية في العراق دكتور، أو محاربة الاقتصاد الإيراني، أم إسرائيل لها أطماع في العراق؟ هناك أكثر من سؤال. والله بنت أنا مو محلي، بس أنا أعرف أنه الحصار على إيران بدأ يشتد، وأعرف أن اليد الإسرائيلي هي المسير الآن، وإيران لأنه إيران ما عندها بصيرة. لو كانت عندها بصيرة بالعراق قوية لعرفت شو تسوي، بس إيران عندها دكاكين فاشلة، والآن تفشل يوم بعد يوم في العراق، والأيام مالش علاقة بالصريخ، نقاتل ونضرب بسوريا، راحت إسرائيل، سمعوني يا عالم، راح إسرائيل تضرب سوريا ضربة مدمرة، إذا ثارت طلقة عليها من إيران عاتبوني.